أصدقائي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلتكم المفضلة، سلسلة محترفين العرب. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك، وهيا لنبدأ حلقتنا. المدينة التي تستضيف مباراة المجموعة الثانية التي يتواجد فيها كذلك زامبيا ومنتخب جنوب افريقيا. يمكن ان اقول المغرب بنسبة 90% حتى 95% سيكون حاضر في الربع النهائي، بحكم انه في الاول والثاني يتأهلوا الى الربع. صار كأس العربية التي أقيمت في الجزائر أبنى فيها البلاء الحزن أشبال الأطلس. طبعا في بعض اللاعبين المتواجدين اليوم كانوا حاضرين في تلك المباراة النهائية كأس العربية. مراوغة ممتازة من الجهة اليمنى العرضية، ولكن